شي ميرا، جوزك المحترم بس شاطر يعمل لي حياتي جحيم، مفكر هيك رح يخسر كل الماضي تبعه. ليك انا ما لي خلق على كل هيدا الحكي، فهمي؟ بعدين انا بحياتي ما تدخلت بالفواتير، روحي عند ابو محمود هو مسؤول المستودع، بتخيل هو بفيدك. لحظه لحظه لحظه، قديشك مبسوطه ماريا؟ عم بفشلك خلقك؟ انبسطتي ايه؟ بس وحياة عيونك، لو ما نور مغروم فيي لهلا وغيران عليه ما كان عامل هيدا كله. هي شو بكي؟ هي شو بكي؟ المكتب ميرا بليز، في دبا هون بالجرور اعطيني. بس اي دواء فيهم في كتار؟ انت شو عم بيصير معك؟ ولا شيء الحمد لله، ما بدنا شيء. سوري لأني نقصتك وميرسي لأني ساعدتيني. بليز ميرا خليني لحالي اعملي ما اعرف. لا ما رح اتركك لحالك، ما رح اطلع من هون قبل ما اعرف شو عم بيصير معك. بعدين شو هالفحوصات وهالتحاليل هاي؟ انت شو هالحشرية؟ تحاليل وفحوصات عادية عادي ما في شيء. بليز اتركيني لحالي اعملي ما اعرف ميرا. بليز ميرسي. ما رح اتركك لحالك، اصلا ما رح اطلع من هون قبل ما اعرف شو عم بيصير معك. اعطيني تليفونك خلي احكي اهلك. لا ما بتحكي مع اهلي. طب على الاقل نحكي نور. لا ولا حتى نور. انت ليه عم تتدخلي بحياتي هالقد؟ عم قلك اتركيني، انا صرت منيحه وما بني شيء. انت شو عم بيصير معك يا بنت؟ شو هالاسرار وهالغموض كله؟ وجع الراس، دواء، فحوصات. انا ما رح اطلع من هون لاعرف شو القصه. مريضه. اي معي سرطان والوضع منه كتير منيح. كمان الدكتور قال انه ما عندي كتير وقت. ما بدي اعيش الفترة اللي باقية من حياتي وكل اللي حواليي زعلانين وعم يودعوني، كثير صعب. بس انت ما فيكي تعملي هيدا الشيء كله لحالك. ما بدي اللي حواليي يكونوا منيح معي ميرا لأنهم شو فقدين علي. لك انت شو عم تحكي؟ معقولة؟ طب على الأقل قولي له لنور. لحظة. بليز ميرا، يمكن هذا الشيء الوحيد اللي حيكون بيناتنا سر. بليز ما تقولي لحدا. في امنك اهم قطوه.